أحد البيوت وقفيات، ويبين كيف أن وقف الطعام، وقف الماء. شوف هاي صناعة الحلويات والأكل، هاي البيوت اللي كانوا الناس يوقفونها، الحين تحول له طبعا لمتحف، بس يعطي فكرة عن البيوت الوقفية. هذا يعطي فكرة عن خطوات الزواج، من بداية الخطبة إلى مرحلة الزواج. هي يوم إعداد العروس حق الزواج، تفاصيل هذه حتى قال دزة ماية تعطى العروس الهدايا. حتى ماكينة خياطة بعد ها تعطى جزء من هذا. هذه الإعداد حق يوم العرس، الحلويات اللي تعاد والذباح اللي تم، إكرام الضيوف. هذه غرفة المعاريس، هاي ليلة العرس شنو يقدم حق المعاريس. حتى القرآن يكون موجود في الغرفة والمخمة، هاي شعارهم، مخمة الظهر هي شعار السعادة بالنسبة لهم. آداب الصفرة في كيف خاصة في العريس والعروس. شوف شلون العروس واقفة والمعرس قاعد ياكل، هاي في أول يوم الظهر ولا مع الوالدين، هاي الأم والأبو. قطوة سجيري؟ لا لا لا. كان المعرس جزء من متطلباته انه لازم يعرف كيف انه هو يسوي المخمه، فلذلك شفنا الحين في ادرنا ان دائما المخمات موجوده تباع ك يعني سوفونير بهاي الشكل زين. اشياء من الاشياء اللي قلنا احنا اليدويه في ادرنا، كل شيء صناعه اليدويه، فهي كانت واحده من الاشياء.
كولوغرافي، خط والتزيين. إعداد المعرس عند الحلاق، والشباب يرقصون، أصدقائه فرحة به. كيف إنه يتم الحلاقة قدام مجموعة الشباب الآخرين؟ هذه وقت الملتشة، قال المعرس والعروس قاعدين مع الشيخ الإمام. حلو الترابط مع الدين، في كل شيء قاعد نشوف الترابط مع الدين. هاي ما يميز الشعب التركي لليوم حتى لغير متدين. هي الحنة؟ لا الحنة ذيك الحجرة. هاي شنو هاي ليد؟ بس باورينج ليد، ما اعرف شنو باورينج ليد. سفرت فروم ذا ايفل اي، ها عشان ما ي... هاي عن العين ليه بس يبخرونها. لا يبخرونها عن العين والحسد. اوكي هذه حق اليوم الحنة. حنة نايت، شو كاتبين اكو هني. هاي الكون العروس حتى معطين يدها ما سووا لها الحنة. هاي الادوات اللي يستخدمونها في الحنة. هاي الملابس البوشناق اللي هم يكونوا عادة يشتغلون في مراحل الزواج، خدمة.